السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا غرس جديد اللي زرعناه هذا النهار، هو هذا كتشوفوه مع نباتات الأسطح ديالنا. نباتات الأسطح، هذا تربة جديدة، غبار جديد يلا جبناه حتى هو باش نزرعو فيه أحد الشجيرات مع هاد النباتات. هادي اللي زرعناها هاد النهار، فيها هاد النبتة اللي بحال اللواية بحال الداليا، فيها كذلك هاد النبتة اللي بحال الزربية، فيها كذلك هاد النبتة اللي هي أصيلة الصبار اللي كتكون مدورة، فيها كذلك هاد النبتة نبتة التزيين، فيها ايضا هاد النبتة اللي تكلمنا عليها قبيلة زربية، وفيها كذلك واحد النبيتات هنا صغارين هما هادو. هادو حتى هما زوينين كيكبرو كيعطيو واحد المنظر زوين بحال هادو بحال هادو. كما قلت لكم النبتة ديال الزربية خديناها من هادي، خدينا منها واحد النقلة وعاودنا زرعناها هنا، هي هادي خدينا منها جوج نقلات هما هادو. بالنسبة لهاد هادي اللي بحال الهواية، فهي خدينا النقلة ديالها من هنا، ها هي كتشوف الجدر اللي تقدر تقطع منه، كتفوت هاد العقدة هادي شوية وكتقطع من هاد البلاصة، قطعنا حتى هي من هاي بحال هادي. دابا هادي قطعنا منها كما كتشوف باش عطاتنا هادو كاملين. هادو دابا ملي غادي يكبروا كاملين غادي يهبطوا على هاد هذا الفاز هذا ديال النباتات اللي هو ديال البلاستيك، وزوين مناسب فيه هذه. الا بغيتي الماء تجمع كيبقى هنا الماء مجموع، ممكن تعاود تحيد وتحيده وتخوي الماء، او تخلي الماء كيبقى مجموع باش الا غبتي على النبته واحد المده الماء كيطلع في التربه. هذه كذلك رقمناها من واحد النبته اخرى خديناها من هنا، اللي هي الاصل ديالها خدينا من هنا من واحد العرش. يعني كتشوف الجدر ديالو بحال هادي وكتقطع، كتهبط شوية وكتقطع. كذلك هاد النبتة هادي اللي قلنا قبيلة خديناها من هادي، حتى هي الزينة هاكا ملي كتكبر كدير هاد العويدات هادو وكتخرج هادو. هادي دابا قادرة أننا ممكن نقطعوها من هنا ونعاودو نزرعوها، كتعاود تعطي وكتكبر غتولي بحال هاكا، نفس الجمالية. كذلك هنايا هاد الصبار، هاد الشوكيات جوج اللي زرعت هنايا، شوف هاد الديكور هذا، هادو خديتهم من هنا عندي من هاد الصباريات، ها هما حتى هادي دابا ممكن ناخد منها هاد الوحده اللي هنا، ناخد منها اللي الفوق، هادي عاوتاني كذلك هي فيها واحد.